الكحلوش العانس، مع الاعتذار على هذه النعوت. هكذا اختارت صحيفة المساء أنها توصف نجيب الحمروني نقيبة الصحفيين. وقت اللي تم التهاجم في جريدة صفراء، معناها الجريد نجاري بكل معنى ثم سكوت وثم صمت من قبل النيابة العمومية، بالرغم من هذا فيه تعدي على حقوق الإنسان وعلى كل المعاهدات الدولية وعلى القانون التونسي اللي هو يجرم التمييز العنصري. هالمقال الحادثة ماهوش العمل الوحيد اللي اختار انه يستعمل لون بشرة نجيب الحمروني باش ينقدها، فقد تم تجسيدها في هذه الصورة مع الاعتذار مرة أخرى. هذا مصدر عن المحامية رجاب الحاج منصور في صفحتها الخاصة. أنا نشتغل معناها فقط بها في الفيسبوك، بعثوا لي بعض الزملاء كابتور ديماج نتاع اللي هبطت واللي جابش نقول المحامي رجاء شنية، فكلفت المحامية نتاع النقابة باش ترفع قضية. في نفس الوقت أعضاء المكتب التنفيذي رفعوا الأمر إلى هيئة المحامين وإلى الاتحاد الدولي للمحامين. المحامية المعنية ما تراجعتش عن اللي صدر عليها وأكدت موقفها في الفيديو هذية. انا بارتاجيت صورة نجيبة ومازلت نبارتاجي فيها لاقتناعي وكان عندي الحق في البارتاج وليس لي اي نية عنصرية دي، خاطر ما قلت فيها عملت فيها شريط وقلت مسكينة معناها تحكي في حكاية ما تتمشيش والواقع التونسي وما تمشيش مع المتدين عمره ما يكون عنصري. بما أنه رجال حاج منصور تعتمد الفيسبوك لنشر مواقفها هذه، استعملنا نفس الشبكة باش نتصلوا بها ونتحصلوا على روايتها للحادثة، لكنها رفضت في هالحوار الإلكتروني مع صحافي البرنامج وقالت سيكون جوابي أمام القضاء وأمام كل جهة تشتكيني أمامها نجيب الحمروني التي ربما جعلها حجابي تستهين بي. ستفند فكرتها في كون المحجبة ظلامية وقليلة الأدب ومنحطة الأخلاق. نجم نختلف ونجم نتناقش حتى نتخاصم، لكن مثل هالحوادث تخلينا نتسائل بإلحاح عن حدود حرية التعبير.